سيدي. طيب ايه طيب؟ انت بابا صح؟ لا لا انت بابا مش بابا. يلا خلاص. طب يلا طب يلا نخش تاني نخش تاني. سني طيب خلاص سني سني قول له يلا مش عشان انا مش هكمل ام الموضوع دوت. انا عايزه امشي. لا انا عايزه امشي عايزه امشي. عايزين نمشي لا بس والله عشان لا 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 بجد خلاص انا عايزه امشي بعد اذنك. ممكن مني الحلقه عشان انا كلمتك ولا عملت حاجه؟ طب معلش انت سايب القرار اللي احنا فيه. تعالي تعالي بس تعالي بعد اذنك قرر عشان خاطري. عشان انا معاكي على فكره. انا متعاطف معاكي بس عشان الاقرار ارجعي ان تاني الحلقه لو سمحتي يا استاذه. انا هنخلص بس الدقيقتين دول. انا مش هتكلم حلقه الا اللي انهيها. معلش انا بنتي منوره بره. طيب والاستاذه منوره هنا. انا مالي انا ذنبي ايه؟ معلش بعد اذنكم ان انت اللي عملتي ده كله يعني. انا اللي عملت ده كله. اه مش راجل يا كذاب. مش طيب انا كذاب. انا مش قادر اتكلم بجد. ده انت متلاعب. ده انت مش ممكن. تعالي خلاص سيبها بقى. سيبها سيبها سيبها. روحي يا استاذه. روحي يا استاذه معلش. والله ما قادره. والله العظيم ما قادره. نقفل الحلقه في الحلقه دي. نقفل الحلقه عشان ده ما ينفعش. تعالي طيب نقفل الحلقه ونخلص. تعالي طيب ما ينفعش نطلع كده.